في ظل الجدل الدائر حول إمكانية انعقاد الانتخابات وبين استحالة انعقادها، هل ترى أن المناخ السياسي والقانوني والمجتمعي يقبل هذه العملية الترقيعية التي يريدها شركاء العملية السياسية؟ أهلا وسهلا مرة ثانية بك أخي العزيز، وتحية لكل المشاهدين. أبدأ وأقول أنه العملية السياسية هي من عام 2003 لحد الآن هي ولدت ميت، وتتقادمها كل المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية واللي يقودوها السراق لصوص ليس لهم أي خبرة في العملية السياسية لا من بعيد ولا من قريب. نعم. ولذلك أنه جاءوا بفصائل مسلحة، ميليشيات مسلحة حتى تقود العملية السياسية وترهب الناس، فليس هنالك ممكن من الناحية العملية وليس من الناحية النظرية أن تكون هناك انتخابات نزيهة وقائمة على الشفافية، وإنما قائمة على اللصوصية والقتل والسرقة وترهيب المجتمع وتقرير ما يمكن أن هم يقرروا من نتائج الانتخابات. ولذلك ليس هنالك انتخابات نزيهة، لا ولن تكون هنالك انتخابات نزيهة. نعم دكتور نعمة، يعني ماذا يعني برأيك أن تمرر مفوضية الانتخابات طلبات أحزاب تمتلك أجنحة مسلحة للمشاركة في الانتخابات المنتظرة؟ حقيقة هذا سبب وجيه ومنطقي لقوة هذه الميليشيات بسلاحها بمالها، ترهب أي إنسان أو محكمة أو قاضي أو مفوضية أو إلى آخره. إذا لم ترهبه بالسلاح فترهبه بالمال، أي ترشيه وتقرر ما. لذلك مثلا أخذ مثال بسيط، عصائب الحق عصائب الباطل قصدي، أنه عام 2014 أخذت نائب، 2018 15 نائب. كيف هذه وصلت؟ كيف هذه حدثت؟ حدثت لكون هنالك سلاح منفلت، سلاح مسيطر على الدولة، يستطيع أن يوجه ويمرر كل المشاريع المطلوبة من هؤلاء الميليشيات الشيعية المقدرة اللي تحركها إيران، وهي أذرع لإيران داخل العراق. لهذا أنه نشوف دائما وأبدا الميليشيات هي المسيطرة وهي التي تقرر، وليس الدولة وليس الحكومة وليس الوزير، وإنما السلاح هو الذي يقرر ماذا يكون وماذا لا يكون. وصلت الفكرة بخصوص هذا السؤال دكتور نعمة. يعني الشارع الرافض للعملية السياسية والانتخابات، كيف تتوقع رده على الانتخابات المنتظرة؟ أنا أعتقد من يعني ثورة الشعب عام 2019 و20 أعتقد تغير المناخ السياسي ولو إلى حد ما جزئيا أو شبه جزئي. نعم. لأنه كثير من الناس البسطاء وعوا وأدركوا أنه إذا بقى الوضع على هذا الشيء أو على هذا المنوال أو على هذا الشيء فإنه راح البلد يكون ضياع وخسارة. ولهذا أنه أصبح هنالك نوع من الفهم السياسي، الإدراك السياسي، لأنه أن يشاركون في العمل السياسي وإعطاء أصواتهم إلى من يستحق هذه الأصوات، عسى وإن تغير هذه الأصوات الساحة السياسية أو البوصلة السياسية في أنه يجعلون العراق ولو أنه يعيدون جزءا من ماضي إلى سكة الطريق حتى يشوف النور إذا أمكن.
من لندن كنت معنا عبر سكايب الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا.